أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، وفيه العديد من أخبارنا الاقتصادية لحصيلة طبعا هذا الأسبوع. سيصحبنا في جولتنا بإذن الله تعالى الدكتور عبد الله الخاطر رئيس تنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة. مرحبا. ونبدأ بأهم أنبائنا، حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح متحف قطر الوطني في مبناه الجديد. حضر الحفل سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة الثاني، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد المحمود رئيس مجلس الشورى. كما حضر حفل الافتتاح دولة السيد فؤاد أقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية، ودولة السيد إدوارد فيليب رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية، ومعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيدة ميشيل مونتي فيرينغ وزير الدولة للسياسة الثقافية في وزارة الخارجية بالجمهورية الألمانية الاتحادية. وحضره أيضا فخامة السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وسعادة السيدة فيرجينيا ريجي عمدة بلدية روما بالجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة سوداء محمد أليف المستشارة في جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات في مجال السياسة والثقافة والفن والإعلام، وعدد من رؤساء الشركات والمؤسسات العالمية ومديري المتاحف والأكاديميين والمخرجين السينمائيين والمشاهير والمهتمين بمجال التراث من مختلف دول العالم. وقد قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بجولة داخل متحف قطر الوطني رافقه فيها كل من دولة السيد فؤاد أقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ومعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان الشقيقة. واطلع سمو الأمير خلال الجولة على مختلف صالات العرض التي تشمل بدايات التطور الجيولوجي لشبه جزيرة قطر والبيئات الطبيعية فيها والآثار والنقوش الصخرية في المواقع الأثرية، وعن حياة أهل قطر في البر والسواحل والمعرض الرقمي. كما اطلع سموه على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم المجوهرات، بالإضافة إلى صالات عرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ اكتشاف النفط والغاز. وكان سمو الأمير قد وقع لدى دخوله المتحف على أول تذكرة دخول إلى متحف قطر الوطني بصفته أول زائر له بعد افتتاحه الرسمي. وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن النموذج الاقتصادي الذي نقدمه وما يحيط به من ثراء رياضي وثقافي هو في رأينا أفضل مؤشر على النمو الصحي لأي دولة، كما أن المشهد الثقافي الغني أصبح مكونا اقتصاديا مهما في السياحة، إذ يثري إقامة الزائر بإضافة ثقافة إلى الترفيه والنقاهة. المتحف الوطني هو نتاج عمل جماعي للعديد من المؤسسات والأفراد، وهو يمثل ما نحن عليه كبلد يتسم بفتح الحوار والتعاون في جميع المجالات. ومن خلال برامجه ومعارضه التعليمية سيقدم إضافة كبيرة إلى المشهد الثقافي المتنامي في قطر، بما في ذلك مؤسساتنا الجامعية وإعلامنا التعددي ومكتبتنا الوطنية التي تحتوي على مليون كتاب بمبناها المتميز الذي افتتحناه العام الماضي، والمعرض السنوي للكتاب، والمهرجانات والأنشطة الفنية العديدة في كتارة والأسواق القديمة والمعارض الفنية والعديد غيرها من المؤسسات والمبادرات الأخرى. إن هدفنا هو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية البشرية، والنموذج الاقتصادي الذي نقدمه وما يحيط به من ثراء رياضي وثقافي هو في رأينا أفضل مؤشر على النمو الصحي لأي دولة. كما أن المشهد الثقافي الغني أصبح مكوناً اقتصادياً مهماً في السياحة، إذ يثري إقامة الزائر بإضافة الثقافة
إلى الترفيه والنقاهة. إن قطر ملتزمة ببرامج العمل المعدة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 الذي هو بمثابة احتفالاً بالرياضة والفنون والثقافة وروح الجماعة بالتضامن والوحدة التي تربط جميع محبي كرة القدم والأشخاص ذوي النوايا الحسنة من جميع أنحاء العالم. ونحن نضع اليوم لبنة أخرى في بناء مشروعنا الوطني التنموي والحضاري، ومن ضمنه الوعد الذي قطعناه عام 2010 بتقديم بطولة رائعة لكأس العالم 2022. لقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات لصالح مواطنيها، وذلك في مستوى الحياة ونوعيتها، وفي مجالات التعليم والصحة والبيئة وغيرها، كما أنها تواصل الترحيب بالقادمين من جميع أنحاء العالم. ويبقى التقدم من خلال التنوع والتسامح في صميم التزامنا بتنمية ورعاية مجتمع متناغم مزدهر يتمثل في نمط عيشنا وسلوكنا المقاد بقيم الإنسانية واللياقة. وقد أصبحت قطر أقوى بكثير منذ يونيو عام 2017. مواطنوها والمقيمون فيها يعملون سوية من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة، ويتعارفون خلال ذلك ويتبادلون الخبرات، والأهم من ذلك أنهم يتبادلون الود والاحترام الكبير. بهذا أعلن افتتاح متحف قطر الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه المشهد الثقافي الغني أصبح مكون اقتصادي مهم في السياحة، إذ يثري إقامة الزائر بإضافة الثقافة إلى الترفيه والنقاهة. اليوم متاحف بالضرورة تعني تنشيط اقتصادي. نعم، الحقيقة إحنا اليوم ننتقل من احتفالية إلى احتفالية، من احتفالية قبلها أم الحول والتأسيس لاقتصادنا في واقعنا اليوم ومستقبلنا، واليوم نشوف الحقيقة ما نتحدث عنه إحنا معظم الأوقات عن التطوير عن التحديث، ولكن بثباتنا على المبادئ، بثباتنا أيضا واتصالنا بتاريخنا وعراقتنا كعرب ومسلمين. ومن هذه البيئة نرى اليوم الحقيقة المتحف يجسد كل هذا في أيقونة أنا أعتبرها الحقيقة عالمية على المستوى العالمي. إذا كانت من زاوية الجذب راح تجذب الجميع القريب والبعيد. الحقيقة الحدث وتوقيت الحدث يعني لا يمكن مهما تحدثنا عنه نعطيه مدى أهميته في هذا التوقيت، لأنه يأتي الحقيقة ليبني ما تتحرك عليه معظم محركات الاقتصاد، إذا كان على الجانب الاقتصادي، إذا كان على الجانب التواصل مع العالم، إذا كان أيضا على قطاع الضيافة. المتحف في حد ذاته الحقيقة معني بتاريخنا في داخله وبعراقة الأمة، في خارجه أيضا مرتبط ببيئتنا وبوردة الصحراء كما يرى العالم. أيضا الحقيقة كل ما له علاقة بهذا المتحف يدل على أي مدى هناك انفتاح في الذهنية والثقافة، هناك أيضا قبول للتغيير والإبداع، هناك أيضا تنسيق وارتباط ما بين التطور والبحث عن التطوير والحداثة والعصر، مع الاحتفاظ بعراقتنا، مع الاحتفاظ بهويتنا. نظل عين على التطور وعلى الحقيقة السعي من أجل نواكب كل التطورات، وعين ما زالت على هويتنا على مبادئنا والاحتفاظ فيها. التوقيت هذا أيضا يرسل الحقيقة إشارة واضحة أنه قطر تتحرك بإيقاع سريع ومتسارع في الحقيقة إنجازاتها في مكتسباتها وعلى كل المستويات. أيضا يعطي صورة لتوازن التنمية ما بين ما هو اقتصادي ورقمي وكمي وما بين ما هو نوعي وأساسي وإبداعي. كل هذا الحقيقة نراه في هذه اللحظات، وهذا الشيء الحقيقة طبعا يثير إعجاب الداخل والخارج، المتابع والمراقب، ونحمد رب العالمين أنه هذا الإيقاع الحقيقة وكأنه يعني سيمفونية تتحرك بسلاسة
تثير الإعجاب على جميع المستويات الحقيقة. ومن كان لديه أي تساؤل أجيبت التساؤلات بسيل من الإنجازات والمكتسبات، تجعل الحقيقة حتى أعتقد نظم الحصار حوالينا اليوم تبدي الإعجاب وتنتظر للحظة اللي بإمكانها أيضا تصبح جزء من الحدث في دولتنا وفي الاقتصاد الوطني. شيء رائع، وكل ما نتمناه الحقيقة أنه تستمر الإيقاع ويستمر السعي ويستمر أيضا تحقيقنا لهالإنجازات. نعم. إذن مشاهدي الكرام، تفتتح في هذه اللحظات البورصة القطرية، نتابع وإياكم افتتاحات المؤشر العام لبورصة قطر في هذه اللحظات. يسجل المؤشر كما نتابع وإياكم 10117 نقطة، أحجام تداول 970 ألف سهم، قيمة التداول 11,289,000. نشوف الشركات المرتفعة. الخليج التكافلي للجلسة الخامسة على التوالي 13.40 ريال مع ارتفاعات قريبة من الحدود القصوى. مزايا قطر 8 ريالات تسجل بعد أيضا إعلانها نتائجها المالية، سنأتي إليها، حوالي 6.5%. الإسلامية 61.5 ريال مع حوالي 1.34%، والإسلام 4.43 ريالات مع حوالي 1.5%. بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضا، مجمع المناعي في الصدارة 47 ريال، الأزدان ثانيا ب10.80 ريال، سعيد 20.85، والمصرف 152. الشركات النشطة في اللحظات الأولى، مزايا 5,393,000 ريال قطري، الخليج التكافلي 4,262,000 ريال قطري، الريان 1,000,000، وأزدان تسجل 521,000 ريال قطري. أما بالنسبة لأداء القطاعات، انخفاض في العقارات 1,953 نقطة، البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,745، والبنوك والخدمات المالية 3,811 نقطة، والاتصالات 943. طيب، مزايا كما ذكرنا أفصحت إذن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بلغ صافي الربح 16,597,000 ريال مقابل صافي ربح بلغ 28,141,000 ريال لنفس الفترة طبعا من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 5%، أي بواقع نصف ريال قطري لكل سهم. يبدو أنه التوزيعات يعني نالت على إعجاب المستثمرين، مما انعكس إيجابا على سهم مزايا اليوم عند 8 ريالات. هذا واضح، لأن أكيد كان هناك مخاوف بالنسبة للقطاع العقاري في العموم، وبعض المخاوف بالنسبة للتدفقات النقدية وقدرة الشركات على الحقيقة على الأقل تجاوز هذه الفترة، فترة التحول بالنسبة للقطاع العقاري. كون مجلس الإدارة تقدم بمثل هذا التوزيع يعطي المستثمرين ويعطي المتابعين حس بالثقة بالنسبة لمستقبل الشركة ومستقبل القطاع في حد ذاته، ولذلك رأينا عودة طبعا للسوق وعودة للشركات. طبعا كان أعتقد من المتوقع أن كثير من الشركات الخاصة اللي في القطاع العقاري عانت في مراحل توقع مدى قدرتها على الاستجابة. بعد ما خرجت الأرقام يبدو أن هناك اطمئنان بشكل عام على قدرة مزايا على الاستمرار. أيضا مشاهدي الكرام، أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن بياناتها المالية للعام 2018، بلغ صافي الخسارة 12,833,000 ريال مقابل صافي الخسارة 21,691,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بلغت خسارة السهم ريال 11 درهم في الربع الرابع من العام 2018 مقابل خسارة السهم ريال 88 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. هذا السيناريو المتكرر في شركة كطبية ألا يستدعي غير مفهوم؟ يعني غير مفهوم تغيير حقيقة. تغيير في الاستراتيجية. هناك قطاعات أساسية أصلا في رؤية الدولة وفي استراتيجية الدولة وفي حجم الإنفاق
في مثل هذه القطاعات. أيضا هذه القطاعات الحقيقة خاصة المتعلقة بالقطاعات الطبية والصحية عالميا تعتبر من القطاعات القادرة على تجاوز أي تغييرات في الاقتصاد أو تحولات بالنسبة للقطاعات الأخرى. هي تعتبر من القطاعات اللي عادة ما تكون جزء من المحفظة اللي يعتبر جانب من التأمين والتحوط، أي أنه عادة نتائجها المالية تكون هي الأكثر استقرار. كون أنه الدولة أيضا تدفع بشكل كبير في القطاع، وهناك مشاريع كبيرة بالقطاع، وهناك أيضا دعم لهذا القطاع، وأن تكون الشركات المتمركزة في خاصة هناك قطاعات كنا نتوقع منها أنها تحقق الحقيقة قفزات خلال مرحلة الاكتفاء الذاتي وما بعد فترة الحصار، ولكن تفاجأنا أن الشركات اللي كنا نتوقع خاصة في النقل، في الملاحة، في القطاع الطبي، رأينا أن كثير من نتائجها كانت الحقيقة ضعيفة. وهذا يعني مجلس الإدارة عليه المسؤولية أن يعيد النظر مثل ما تفضلت، يعيد الرؤية، يعيد الاستراتيجية، وممكن يحتاج يغير طبعا القيادات داخل المؤسسة. نعم. أيضا مشاهدي الكرام، عقدت شركة بروة العقارية عموميتها غير العادية وافقت خلالها على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية المتعلق بالقيمة الإسمية للسهم وتفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة. وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد وافق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.5 ريال للسهم عن العام الماضي. أيضا عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجمع شركات المناعي، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، واستعرض الأداء المالي للشركة خلال العام 2018، وقد صرح بأنه بالرغم من الضغوط الجيوسياسية الإقليمية فقد حقق مجمع شركات المناعي نموا مستداما مناسبا، وارتفع الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء بنسبة 18.4% ليصل إلى 1 مليار ريال قطري عن إيرادات موحدة بلغت 10.7 مليار ريال. وصدق اجتماع الجمعية العامة العادية لمجمع شركات المناعي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بمعدل 2 ريال لكل سهم، للسهم الواحد يعني. في واحد من أخبارنا المهمة أيضا بالأمس، مساء الأمس، فاز مطار حمد الدولي بالمركز الرابع في قائمة أفضل مطار على مستوى العالم من قبل مؤسسة سكاي تراكس الدولية، محققا تقدما عن العام الماضي، حيث سجل مطار حمد الدولي المركز الخامس في هذه القائمة في العام 2018. كما حصل أيضا على جائزة المطار ذو تقييم 5 نجوم للعام الخامس على التوالي وفق تقييم المسافرين. وتصدر مطار حمد الدولي المركز الأول كأفضل مطار في الشرق الأوسط أيضا من قبل مؤسسة سكاي تراكس الدولية. ونافس مطار حمد جميع مطارات العالمية، حيث فاز بجائزة ثالثة له كمطار يقدم أفضل خدمات موظفين على مستوى الشرق الأوسط من بين مجموعة من أشهر المطارات في العالم. وتسلم المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي الجوائز 3 في احتفالية أقيمت مساء أمس خلال فعاليات مؤتمر محطات المسافرين المنعقد في العاصمة البريطانية لندن. ويقيم استطلاع سكاي تراكس رضا العملاء عبر 39 مؤشرا رئيسيا من مؤشرات الأداء بشأن الخدمات والمنتجات التي يقدمها المطار، بداية من تسجيل الوصول والتنقل داخله والتسوق والأمن والجوازات وصولا إلى نقطة المغادرة. كنت تتحدث دكتور عن سلسلة الإنجازات التي تحقق خلال منذ بداية، يعني انظر إلى أيام الحصار وأشهر الحصار وما زلنا نحقق إنجازات ومراتب وصعود في المؤشرات العالمية على مستوى الخدمات، على مستوى كل المستويات، قطاع خدمي، قطاع صناعي، قطاع سياحي، وما اليوم مطار حمد ما زال الرابع على المستوى العالمي، آخر بالأمس أخذ هذه الجائزة من أرفع المؤسسات الدولية المختصة في تقييم المطارات وخطوط الطيران، وأخذ أيضا الجائزة المهمة أيضا أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الحقيقة دليل على مستوى العطاء على كل مستويات العاملين، صناع القرار، دليل على الوعي، على الإدراك، على المنافسة، على حب السعي من أجل الحصول على الريادة. أصبح
العوامل والعناصر هذه أساسية في ثقافتنا، في الداخل عند المستهلك، عند الموظف، عند أيضا صانع القرار. كل هذا الحقيقة أصبحت هي المحركات الفعلية لعملنا بشكل يومي. طبعا النتيجة مثل ما نشوف تقدم مستمر. طبعا الآن وإحنا في الريادة في معظم القطاعات في معظم جهودنا تأتي الحقيقة المرحلة الأصعب اللي هو الإبداع فوق الإبداع. اثنين، في قدرتنا على الاحتفاظ الحقيقة بهذه المستويات، ورأينا طبعا بالنسبة لخطوط الطيران طبعا لها الريادة العليا الحقيقة في هذا المجال. وإذا أيضا رأينا التباين ما بين ما هو يحدث في قطر وخاصة في جوانب معينة، احنا اليوم تحت حصار، وحقيقة الخطوط القطرية هي يمكن أكبر من يعاني ما بعد المرحلة، لأنه أوقفت خاصة في المجالات ورفعت عليها التكلفة بشكل عام بسبب اضطرارها للطيران حوالي المناطق اللي أصبحت لا تستطيع أنها تطير فيها مثل الأجواء دول الحصار. ولكن ظلت في الحقيقة في الريادة، وظلت هي الأولى، وظلت أيضا تقدم أفضل الخدمات. في نفس اللحظات رأينا طبعا طيران الإمارات يتراجع وينهار، رأينا أيضا الاتحاد يتراجع وينهار، أما طيران المملكة أصلا لم يكن على الحقيقة رادار العالمي، فما زال في الحضيض الحقيقة. رؤية كل هذا في التباين في الإنجازات أيضا تؤكد لنا إحنا في الداخل وصناع القرار أنه إحنا نمشي على الطريق الصحيح، نمشي برؤية صحيحة، برؤية موضوعية، برؤية استراتيجية واضحة. رأينا أيضا مثل ما بدأنا الحديث الحقيقة تأتي الإنجاز تلو الإنجاز، لكن أيضا تأتي في الأوقات المناسبة، في الأوقات اللي نبدأ فيها إحنا في الحديث كيف في المرحلة القادمة، فنرى إنه الإنجاز الحقيقة يأتي ليجيب على مثل هذه الأسئلة. لذلك المتابعين، المستثمرين، صناع القرار في الخارج، سياسيين، الدول، الشركاء، الحلفاء، الأسواق اليوم تطلع أيضا نشوف الحقيقة هذا على واقعنا اليومي، لمدى إقبال المستثمرين على الدولة، ومدى أيضا ثقتهم الكبيرة الحقيقة اليوم في كل ما يحدث في قطر. في نفس الوقت ويتزامن مع التحقيق الأمن المائي، الأمن، أمن الطاقة والكهرباء، أيضا الجانب الثقافي وإغناءه بالمتاحف. لو اليوم الزائر لقطر من خلال سفن السياحة وهو يطل من نافذة الكابينة تبعته ينظر إلى متحف قطر، تحفة عالمية، ينظر إلى الكورنيش، ينظر إلى أيضا الدفنة والأبراج، ينظر إذا نزل يمشي في سلسلة من الحقيقة المناظر والأجواء البديعة بالنسبة له، حتى سوق واقف ثم مشيرب ثم أيضا دخوله للحدائق والتخضير. كل هذا الحقيقة بالنسبة لنا اليوم نعيشه، بالنسبة لنا نحسه، بالنسبة لنا أيضا يعطي الحقيقة ويعطي التمكين، خاصة بالنسبة لشبابنا اليوم يهمنا أيضا أنه كل يوم، اليوم كل واحد موجود داخل دولة قطر يشعر بالسعادة، يشعر بالفخر، يشعر أنه يتمكن، لأن هناك مؤسسات تمكنه، الحضارات، الحاضنات إذا كان لديه مشاريع، إذا كان يصبو لمكان ليعيش فيه فهو مكان مناسب بالنسبة، إذا كان من ناحية الأمن بالنسبة له كمبدع يريد يطمئن على حقوقه، على كرامته، على عائلته، على خروجه ودخوله، فهو آمن. إذن الحقيقة اليوم نعيش مرحلة ذهبية جدا متقدمة، ونتطلع طبعا للمستقبل الآن بأمان وبإحساس بطمأنينة لم تسبق في السابق الحقيقة. نعم، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 13 مليار و800 مليون ريال خلال فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 1.19% قياسا بالشهر المماثل من العام 2018، في حين تراجع بمقدار 13% قياسا بشهر يناير من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 22 مليار و300 مليون ريال تقريبا خلال فبراير هذا العام، وشهدت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا لتصل إلى نحو 8 مليارات ونصف المليار
ريال. لاحظ دكتور التطور الكبير الذي حصل في الميزان التجاري فيما قبل الحصار وتنامي الميزان التجاري فيما بعد الحصار بشكل شهري أو حتى بشكل سنوي، في إشارة واضحة إلى انتعاش القدرة الإنتاجية للمنتجات القطرية، هذا من جهة وتصديرها طبعا، ومن جهة أخرى أيضا تنوع الواردات من أسواق جديدة وكفاءة المرافق العامة اللي تم بناها ومدى حداثتها ومدى قدرتها أيضا على الحقيقة التعامل مع المتغيرات. طبعا قدرة القطاع العام وقطاع الأعمال لبناء الشركات وتمهيد وفتح مناطق وأسواق والوصول لمستهلكين كان الحقيقة احنا شوية بعيدين حتى عن النظر فيها، لذلك رأينا انه في الفترة اللي كان يعتقد وعادة ما يكون قاسي الاقتصاد تحت الحصار، معظم تاريخيا يعني عندما نرى الأحداث في الماضي او حتى واحنا نستثمر على المستوى العالمي، الحديث عن حصار اقتصادي دائما يجعل المستثمر يتراجع بشكل كبير، لأنه عادة ما يكون له آثار سلبية الحقيقة كبيرة، مثل ما نشوف على العملات في الدول الكبيرة، نرى أيضا على اقتصادات دول كبيرة. اللي حدث تحت الحصار بالنسبة للاقتصاد القطري أنه انتعش وقوى وأصبحنا نتكلم عن الاكتفاء الذاتي، الاعتماد على الذات، وهذا كله الحقيقة صب في شريان الاقتصاد وأعطاه قوة ومناعة. قامت مشاهدة الكرام شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات بتوقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة مع ماران اليونانية تحت مسمى Global Shipping Limited، وبموجب هذه الاتفاقية ستمتلك ناقلات حصة 60% من الشركة الجديدة، في حين ستمتلك ماران حصة وقدرها 40%، وستمتلك تلك الشركة 4 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يزيد أسطول ناقلات ليصل إلى 74 سفينة، حيث تشكل القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريباً 11.5% من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال. بهذه المناسبة صرح المهندس عبد الله بن فضال السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات أنه الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز مكانتها العالمية في سوق نقل الطاقة النظيفة الذي يشهد زيادة في الطلب، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على أسعار استئجار السفن. إذن دكتور زيادة كبيرة، 4 سفن تضاف إلى أسطول ناقلات، كنا نتحدث عن أسطول جوي، الآن نتحدث عن أسطول وإن كان متخصص في نقل الغاز، وهذا ليس بالأمر الهين كما تعلم، هذه السفن وتكنولوجيا الحديثة ونقل الطاقة القطرية إلى دول العالم يتطلب بناء مثل هذه السفن وشراء مثل هذه السفن المتقدمة والمتطورة. هي الأفضل، هي الأكبر، هي الأضخم، هي الأكثر تقدما تقنيا من بدايات الحقيقة، أيضا هي اللي تمكن قطر من مستوى من المرونة لا يملكه مصدر آخر. اليوم تملك أفضل أسطول يحمل الغاز المسال، ليس هنالك أي منافس على المستوى العالمي، قطر وناقلات هي الأولى بالنسبة للعالم بدون منافس. الجميل الحقيقة من خلال هذا، احنا تحدثنا في الماضي طبعا عن دور الإدارة ودور الشركة في التوسع في خلق قيمة مضافة، الحقيقة الخطوة هذه خطوة مباركة، خطوة جيدة الحقيقة، وتعطي حس أن هناك عمل وجهد من قبل الإدارة للتوسع، والتوسع بشكل مبادرات ومن خلال أسواق. كل ما كانت ناقلات قادرة على التوسع في أسطولها، كل ما كانت أقدر وأقوى على صد أي منافسة قادمة خلال المرحلة القادمة. أيضا واحد من الأخبار المهمة، أيضا نفت شركة نبراس للطاقة وجود أي نية في الوقت الحالي لبيع حصتها في مشروع بايتون للطاقة في إندونيسيا. جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الشركة يوم أمس وعلقت فيه على بعض الأخبار المتداولة في الصحافة والأسواق المالية تشير إلى احتمال بيع حصتها في المشروع المذكور. وقال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة: نحن ملتزمون في نبراس للطاقة ببناء تعاون اقتصادي طويل الأمد بين قطر وإندونيسيا
كما نسعى لتعزيز وجود نبراس في سوق الطاقة الإندونيسي، ونؤكد على التزامنا المستمر في اتجاه إندونيسيا كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية العالمية، وأنه لا توجد نية حالياً لبيع حصتنا في مشروع بايتون للطاقة. يذكر أن بايتون للطاقة هي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المستقلين في إندونيسيا، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 2045 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 4% من الطاقة المركبة في إندونيسيا. وتنتج المحطة ما يقارب 13500 جيجاوات في الساعة من الطاقة سنوياً. ومن خلال هذا المشروع تهدف نبراس للطاقة إلى تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية ودعم طموحها في النمو والتوسع عالمياً. بدأنا مشاهدي الكرام نرصد آخر طبعاً الإحصائيات الخاصة بالقطاعات المدرجة في بورصة قطر. نعود إلى البورصة، حيث اليوم اكتمل القطاع نتائج القطاع البنكي، اكتملت نتائج القطاع التأمين، حيث حققت الشركات المدرجة في قطاع التأمين في بورصة قطر نمو سنوي في أرباحها للعام 2018، بلغ هذا النمو نسبة 25% مقارنة مع أرباح العام 2017، ليتصدر بذلك قطاع التأمين المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الأرباح. تصدر قطاع التأمين في بورصة قطر قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الأرباح السنوية المحققة عن عام 2018، حيث نمت تلك الأرباح بحوالي 25% مقارنة مع أرباح العام 2017، ليحقق أكثر من مليار ريال مقارنة مع 829 مليون و400 مليون ريال. وجاءت شركة الخليج التكافلي على رأس قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح، بعد أن ارتفعت أرباحها إلى 20,275,000 ريال مقارنة مع أرباح تقدر ب 194,000 ريال عن عام 2017 بنمو سنوي فاق 10,000%. هذا الارتفاع الملحوظ في الأرباح جاء بفضل ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي سجلت أكثر من 11 مليون ريال مقابل خسارة ب 16,440,000 ريال عن نفس الفترة من العام 2017. هذا التحسن الكبير في الأرباح ناتج عن توصل الشركة مع أحد الأطراف ذوي العلاقة إلى تسوية تحصل بموجبها الشركة على 146 مليون ريال تدفع على 4 دفعات ابتداء من نهاية مارس الحالي وتنتهي مع نهاية عام 2020، حيث انعكست آثار تلك التسوية على بيانات الشركة للعام 2018. وفي 21 من الشهر الحالي أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة لمدة عام قابل للتمديد. القطرية العامة للتأمين الشركة الوحيدة التي تراجعت أرباحها بنسبة 20%، وذلك لتراجع حصة الشركة في أرباح شركات زميلة والتي انخفضت من 838,400,000 ريال في عام 2017 إلى 65,300,000 ريال نهاية 2018. ويعتبر الكثير من المراقبين أن التوزيعات الربحية للشركات المدرجة في البورصة هي الأفضل في المنطقة. مشاهدي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج جلسة الأعمال، سنلقاكم بإذن الله الأحد القادم، لكننا مستمرون وإياكم كما عودناكم، نلقاكم مرة أخرى الساعة الواحدة بإذن الله، وأولى نشراتنا الاقتصادية وفيها إغلاقات البورصة القطرية. ونشكر أيضا الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة، شكرا جزيلا لك دكتور على كل المعلومات. نشكركم مشاهدي الكرام ونترككم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.